السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال أتوميستيك على الموقع www.exomaroc.com. بالنسبة للناس اللي مشاركين معنا في العرض راه مازال خمسة ليكو، مازال خمسة فيديوهات بالنسبة لأتوميستيك. صافي، بالنسبة للناس اللي مشاركينش معنا في العرض راه هذا هو آخر فيديو عندنا في الكور. أما بالنسبة للناس اللي مشاركين معنا في العرض دونك راه مازال خمسة فيديوهات نكملوا الكور ديال أتوميستيك ونديروا لي زيكزيرسيس كوريجي لي زيكزام كوريجي اكسيتيرا كيما العادة. صافي، الوغ بالنسبه للناس اللي بغا يشاركوا معنا في العرض راه جد رمزي. صافي، راه حنايا عارفين ان الطلبه دونك حيت كيقرب ليكزام كيبقى يقلب على لي باور يزيد لهم شي سويعه، كتلقى الساعه كتوصل حتى 300 درهم 400 درهم الساعه، دونك بزاف بزاف على الطالب. دونك حنايا درنا واحد الثمن رمزي هو 50 درهم للسميستر كامله بالنسبه للموديل واحد. دونك راه جد رمزي في المتناول جميع الطلبه. الناس اللي بغا يشاركوا راه يشاركوا، الناس اللي بغا يشاركوا راه ما يشاركوش. دونك اللي بغا يشارك اللي كيفكر انه يدي الدب شي نقطه زينه، دونك عامين الاولى راه هي مهمه في لافاك، دونك خاصك تضربها بالونسيو باش انك تمشي للمدارس ولا انك تهز في لي ماستر اكسيتيرا، خاصك تكون ضارب النقط. هادشي كنعرفوه صحاب اس 3 و اس 5 اكسيتيرا كنعرفو هاد القضيه هادي. دونك حنايا نكملو الكور ديالنا. الوغ فاش وصلنا في النومبر كوانتيك مانيتيك. الوغ هاد النومبر كوانتيك مانيتيك هو اللي نشوفو في هاد الحصة هادي. الحصة فايتة شفنا هاد دو نومبر كوانتيك. الوغ ندير واحد المراجعة بسيطة باش نمشيو للنومبر كوانتيك مانيتيك. الوغ نبداو أول حاجة وهو النومبر كوانتيك برانسيبال. الحصة فايتة دخلنا أول حاجة في موديل كوانتيك، قلنا أن موديل كوانتيك اشنو دار؟ شد بعض السلبيات اللي كاين في الموديل كوانتيك وصححهم لنا سي سامبلومون، وتسمى موديل كوانتيك. مناش جابو هاد ثلاثة د النومبر كوانتيك؟ جابوهم مناش؟ من الإيكواسيون دو شرودينجر. يعني هذا يعني ماذا شرودينجر؟ درنا واحد الإيكواسيون جبدنا فيها هاد فونكسيون تيتا، وهاد فونكسيون تيتا هي مناش جبدنا هاد النومبر كوانتيك اللي عندنا بثلاثة. هادشي شرحناه في الحصة اللي فاتت. قلنا ان حنا مثلنا باش انكم تفهموا، قلنا ان اكزومبل ان ان هو هذا، الا مثلنا هذا هو ان، دونك حنايا كنقلبوا على الحركه ديال الالكترون. صافي، فين كاين الالكترون؟ الا جينا نشوفوا فين كاين الالكترون كيكون عندنا هذه ان، هذه هي لي كوش. اكزومبل حنا مثلوها بحال هكا، هذه هي لي كوش الاولى. صافي، هاد لي كوش هادي كيكون وسط هاد لي كوش هادي كيكون ال. صافي، هاد ال هادي كنمثلوهم بالاس بي دي اف، داكشي اللي حنا الحصه الثالثه. ووسط هاد ال هادي كاينه ام، وهاد ام هي فين كاين؟ في هادي كتسمى اوربيتال، لي زوربيتال اتوميك. هنا في كاينين زوربيتال اتوميك، هنا في كيكونوا لي زيكترون وسط هنا، هادو هما لي زوربيتال اتوميك اللي غادي نشوفو دابا. سي تري بيان. قلنا ان عباره على اش؟ عباره على اش هاد ان؟ هادي النومبر كوانتيك برينسيبال عباره على لي كوش اللي عندنا. اش عندنا؟ شحال من كوش عندنا؟ ك ال ام ان. قلنا ان حد ان السيستم كيتعاو ان او و بي و كي. صافي، وكاينه اف هنا حد بو حنايا حد بو اكتشفنا اف، راه كاينه اف، كاينه ال تمي. الو ك قلنا انها كنمثلوها بالنيفو انرجيتيك ان ايكال اش، نيفو انرجيتيك ان ايكال واحد. ان كنمثلوها بالنيفو انرجيتيك ان ايكال جوج، ثلاثة أربعة خمسة ستة، و كيو كنمثلوها بالنيفو انرجيتيك ايكال سبعة. هادشي لي درنا الحصة الفايتة. الو قلنا ان كل كوش الكتروني يقدر يهزلو ماكسيموم ديال لي زيكترون، يعني لي كوش كا يقدر يهز شحال من الكترون؟ الى نشوفو كوش كا لا ماكسيموم ديال الكترونات كيهز دو الكترون. ال شحال ماكسيموم؟ 8 الكترون. اشنو كنخدمو؟ كنخدمو هاد الغولاسيون جوج ان او كار، يعني ان كنعوضوها بواحد هنايا باش نشوفو لي كوشكا. واحد او كار هي واحد، واحد جوج هي جوج، لا ميم جوج او كار هي ربعة، ربعة جوج هي 8، هنايا عاوتاني لا ميم تلاتة ربعة خمسة اكسيتيرا، هنايا 18 الكترون، هنايا 32 الكترون. وقلنا ان من او هنايا كيبقى السيستيم ماشي بحال بحال، يعني 32 الكترون 32 الكترون 32 الكترون. صافي، هنا السيستم كيتعاود. علاش؟ باش ان تقدر ان لاطوم ان تستقر، لان الهدف من الهدف اللي كديرو لاطوم هي انها تستقر، هادشي اللي كدير هي في الحياه ديالها. دونك هادي كيبقى 32 باش انها يمكن لها انها تستقر.
هادشي اللي شرحنا الحصه الفايته بالنسبه لام نمبر كوانتيك برانسيبال. دابا نشوفو النمبر كوانتيك سيكوندير هو ال. قلنا ان ال كيكون وسط هاد ان هادي، هي ديك السحابه الالكترونيه اللي شرحنا في الحصه الفايته، وقلنا ان كنمثلو هاد ال هادي اللي كاينه وسط ان كنمثلوها ب ب ب اس ياك، وكنمثلوها ب بي، وكنمثلوها ب دي، وكنمثلوها ب كاينه جي اكسيتيرا. حنا دابا حد اف عندنا حنايا البروغرام حد اف. الو بينا ان هاد 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 نومبر كوانتي سكوندر اللي كيتكونوا اس بي دي اف، انهم كيهزوا واحد لو ماكسيموم ديال لي الكترون. يعني هاد اس هادي كتهز شحال من الكترون؟ كتهز جوج صافي. هاد بي هادي شحال كتهز؟ ستة. هاد دي هادي كتهز 10. هاد اف هادي كتهز 14. راه ماشي حيت هو كتهز 14 يعني اكزاكتومون كتهز 14 الكترون، لا تقدر تهز 13، تقدر تهز 12. راه قلت لك انا لو ماكسيموم، يعني انا ما تقدرش تفوت لنا هادي 14، امبوسيبل تلقى اف هاد 15، امبوسيبل. دونك هنايا هادي عبارة على واحد البيت صغيرة كتقدر تهز جوج الناس. هادي بي صالون شوية كتهز 6، هادا صالون كبير كتهز 10، هادا صالون كبير عليه بزاف كيهز 14 شخص، ما يقدرش يهز 15 صافي. دونك كل واحد كيقدر يهز الالكترونات. دونك هنا اس و بي و دي كيمشي في كرواسون كما كنشوفو. دونك هادشي اللي شرحنا في الحصص الفائتة سي تخي بيان. وقلنا انك قلنا ان كما قلنا ان ديكوش الاولى كا شحال فيها من هذاك؟ فيها اس، فيها بيت وحده كما كنقولوا. ال فيها شنو؟ فيها اس، فيها البيت، وفيها الصالون اللي كما قلنا اس و بي. ام فيها اس و بي و دي هي بيان. ان فيها كل شيء، فيها اس و بي و دي و اف، ولا ميم هنا السيستيم فيهم كاملين اس و بي و دي و اف. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان، هادشي اللي درنا في الحصه الفايته. دونك غنحيو هادشي وغادي ندخلو فحاجة مهمة بزاف، لأن هاد الدرس هذا مهم بزاف بالنسبة للأتوميستيك. خاصنا نعرفو لو أوربيتال، يعني لو أوربيتال هو إكزاكتومون وسطو فاش كيتحطو الإلكترونات، آخر حاجة كتحطو في الإلكترونات. سي تخي بيان. ألوغ تبع معايا، نكتبوهم هنايا باش من نكتبو إس قلنا كيهز جوج، بي كيهز ستة، دي كيهز 10، إف كيهز 14. هادشي خاصو يكون محفوظ واكلو. سي تخي بيان. الو شنو قلنا؟ قلنا ال بعدا باش ال المحصول ما بين اش اش قلنا؟ ال كاين وسط ان، يعني عنده واحد الغولاسيون ما بين ال و ان، خاص تكون واحد الغولاسيون بين ال، يعني ال محصول ما بين ان ها هي ناقص واحد وهنا زيرو. سي تخي بيان. الو دابا نشوفو النومبر كوانتيك مانيتيك. سي تخي بيان. النومبر كوانتيك مانيتيك باش اننا كنحسبو ب ام، ام كاين وسط اش؟ ال، يعني ام عنده واحد الغولاسيون ما بين ال. سي تخي بيان. يعني ام محصور اكبر او يساوي ما بين ام وناقص او عفوا ال، عنده علاقه مع ال، ال وناقص ال، هادو باش كنعرفو نحسبو ام صافي. هاد الغولاسيون هاد هادشي كي تحفظو هادو خاص تكون ضابطهم صافي. يعني ام محصور ما بين ال وناقص ال. سي تخي بيان. الوغ تبع معايا بشويه، غادي نمشيو لنيفو انرجيتيك ونشرحو بشويه فين كاين الالكترونات اكسيتيرا. تبع معايا. الوغ غنشوفو النيفو انرجيتيك نيميرو ان، ان ايكال ان، يعني لي كوش كا. سي تخي بيان. الوغ لي كوش كا باش مثلناها قلنا كتزلو ماكسيموم دو الكترون، وكنمثلوها بواحد اس، اس وهاد اس كتهز او كاري بالنسبة ل ال. الوغ دابا نحسبو هاد ال هادي، نحسبوها. دونك حنايا عندنا ال كنعرفو لها غولاسيون ديالها محصورة ما بين، معرفوش درت اكبر تساوي الحصة الفايتة ولا لا، المهم راه اكبر تساوي ان موان زان، وعندنا هنايا زيرو. سي تخي بيان. هاد ان هادي فين راه؟ هي النيفو فين كاينين؟ واحد، غنعوضو بواحد، واحد ناقص واحد يقال زيرو. سي تخي بيان. ومحصورة ما بين زيرو، يعني إلا جيت قلتلك ال شحال كتساوي؟ ال محصورة ما بين صفر وصفر، دونك ال كتساوي صفر، يعني ال عندها واحد القيمة هو صفر بوحدة صافي. غنمشيو دابا حيت عندنا قيمة وحدة اس، غنخدمو لقينا صفر، دونك حيت لقينا صفر نقدرو نلقاو ام. سي تخي بيان. كي نديرو نلقاو ام لا ميم غولاسيون، ام كتساوي ناقص ال و ال عفوا زائد ال ناقص ال. دونك هنايا ال هي صفر، يعني ان هذا محصور هكاك زيرو، ام محصور ما بين صفر، يعني ام القيمة ديالو شحال؟ هي ام ايكال زيرو، ام ايكال زيرو. سي تخي بيان. دابا لقينا ال، عندنا ان ولقينا ال ولقينا ام، الوغ هاد الفونكسيون اون هذا هو كيتسمى اوربيتال. هاد لوبيتال هاد ماشي كتكون من ان و ال و ام، دونك لقينا لي دوني ديالو صافي. دونك غنحطوهم هنايا. دونك ها هو لوبيتال ديالنا، كي كيسكون من واحد و صفر
او صفر سي تري بيان صافي. كل اوربيتال كل فونكسيون اون بحال هذا كيتمثل بواحد المربع، هذا كيتسمى اوربيتال، ها هو مربع صافي. هذا المربع هذا شحال كيهز اشنو سميتو؟ سميتو واحد اس او كار، ها هو سميتو واحد اس او كار. شحال كيهز من الكترون هذا؟ جوج الكترون، جوج الكترون، ولكن ما كنمثلوش جوج الكترون. دابا نوريكم كيفاش كنمثلو. المهم انه كيهز لنا دو الكترون. سي تري بيان، شوف واش كتصور الكاميرا سي بيان كتصور. غنمشيو عاوتاني لا ميم، لا ميم ميثود بالنسبه ل ان ايكال دو. الوغ سي بيان، الوغ غنمحيو هادي باش اننا حنا نخدمو على خاطرنا فينا البلاصه اكسيتيرا. سي بيان، الوغ شوف معايا بشويه، ان ايكال جوج، ان ايكال جوج، تبع معايا. الله شوف معايا مزيان، ان ايكال جوج. شوف واحد كاين واحد الغولاسيون باش نعرف شحال من اوربيتال عندي، شحال من اوربيتال، شحال من مربع عندي، شحال من اوربيتال عندي. كاين واحد الغولاسيون بسيطه، شكون هي؟ هي ان او كاري اوربيتال. سي تري بيان، دونك هنايا ان عوضناها بواحد، واحد او كاري واحد، يعني شحال عندنا من اوربيتال؟ واحد، ها هو لقينا واحد، سميتو 100 صافي. سي سامبل مون، دونك هنايا الى عوضنا ان بجوج هي جوج او كاري، شحال غنلقى؟ غادي نلقاو اربعة هاد لي زوربيتال هنايا صافي. سي بيان، الوغ هادي علاقة باش كنعرفو الاوربيتال، باش كنعرفو شحال من الكترون كيهز النيفو، كنديرو جوج ان او كاري. زعما هاد الغولاسيون هادو خاصهم محفوظين، لان كاين لي بروف كيقولو شحال من اوربيتال تهزال. دونك تعرف تخدم هاد الغولاسيون سي بسيطة، تجيب بيها واحد واحد البوان بسيطة. الوغ شوف معايا ان او كاري باش هزينا، قلنا انه كيهز شحال؟ جوج، عندك جوج او كاري، اربعة اربعة في جوج هي تمنية الكترون. تمنية الكترون باش كنبدلوهم، قلنا كنديرو جوج اس او كاري وراها اش جوج بي و ستة. الوغ شي اللي ما فهموش شوف حصه فايت، راه بينا كيفاش كنكتبو صافي. الوغ كيهز لنا هادو سي تري بيان. دابا راه نحسبو ال، غادي نشوفو ال اشنو غادي يعطينا، ال اشنو غادي يعطينا مثلا. الوغ غنديرو نفس العلاقه اللي عندنا، عندنا ال محصوره ما بين ان ناقص واحد و صفر، يعني ان محصوره ما بيناش عندنا، عندنا ان ايكال جوج، جوج ناقص واحد هي واحد ياك و صفر. يعني ال اشنو كيساوي هنايا؟ كيساوي لنا اما صفر اما واحد صافي. يعني انه كيساوي لنا اما صفر اما واحد صافي، اما صفر اما واحد. سي تري بيان. الو دابا نجي نحسبو ام، نحسبو ام. الو سي بيان، ام ام كتكون بدلالة ال، يعني غادي يكون عندنا جوج قيم، يعني غادي يكون عندنا ام صفر و ام واحد. ركز معايا دابا، راه نشوفو ام صفر شحال فيها، ام صفر شحال فيها، ام نديرو صفر هنايا شحال فيها. سي تري بيان، اجي نشوفو ام صفر شحال فيها. ركز معايا، ام صفر عندها واحد لاغولاسيون ديالها، دونك حنا عارفين ان ام محصورة ما بين ال واش وناقص ال. سي بيان، حنا عندنا ام صفر، يعني ام صفر هي ام صفر اللي بغينا نحسبو، يعني ال ديالها هو صفر. حنا كنهضرو على ال صفر، يعني نعوضو ال باش بصفر، صفر صفر. يعني ام صفر شحال كتساوي لنا؟ عندها قيمة واحدة هي زيرو. سي تري بيان، الوغ لا ميم بالنسبة لام ايكال شحال؟ واحد، يعني هذا محصور ما بين واحد وناقص واحد. دونك ام هنايا شحال من قيمة عندو؟ يقدر يهز ناقص واحد، عفوا يساوي عفوا، ام كيهز ناقص واحد، كيهز صفر، كيهز واحد، يعني ثلاثة. يعني ام مثل الواحد شحال كيهز؟ كيهز ناقص واحد، كيهز صفر، وكيهز واحد. سي تري بيان، الوغ هنايا قلنا انه خاصنا نلقاو ربعة د لي اوربيتال، تبع معايا مزيان. الوغ هنايا غنبداو بأول واحد هو هذا، هذا دونك اشنو غنمثلو؟ غنمثلو بواحد الاوربيتال. سي تري بيان، ام صفر، تبع معايا، اشنو عندنا على النيفو؟ جوج، حط لي جوج هنا، هاهي، ان ايكال جوج، صافي، لأن قلنا أن الاوربيتال باش نمرزو بإن، إل إن، ها إن، ها إن ايكال جوج، حنا حطينا جوج. غنمشيو ال، ال حنا غنشوفو ديال صفر، نبداو ديال صفر، ديال صفر نحطو هنا، هي ديال صفر، هاهي ديال صفر شحال عطاتنا من ام؟ عطاتنا غير صفر وحدة، صافي ديال صفر سالينا منها. سي تخي بيان، غادي نمشيو عاوتاني ديال واحد، دونك غنعوضو ان هنايا، شاشة تعطينا، هنايا تعطينا هاهي، غنعوضو باش بجوج، ان ايكال جوج، هاهي ان ايكال جوج، صافي هاهي في النيفو.
غنشوفو ال ال قلنا صفر سالب نمشيو ديال واحد جوج ديجا تخي بيان. الوغ غادي نمشيو دابا ام ام اش عندنا؟ عندنا ناقص واحد وصفر وواحد كنديرو لا عطاتينا هنايا ناقص واحد شوف معايا ها لوغبيطال سي بيان صافي سالينا منو لا ميم لوغبيطال لاخر يعطينا جوج واحد جوج واحد باش نساليو هادو صفر فهمتي ومازال لوغبيطال لاخر هو جوج واحد واحد الوغ نتمنى انكم فهمتوا كيفاش صافي يعني هنا عندنا ثلاثة الاوربيتال في واحد مجال واحد واحد الدومين واحد دونك كنمثلو باش بواحد لاكاز ميموار هادو كاملين كنمثلوهم باش بواحد لاكاز الوغ نحيو هادشي باش ما كفينا البلاصة وصافي الوغ سي بيان قلنا اننا غادي نمثلو هادي بواحد واحد هنايا شوف معايا هاكاز وحدة دونك كتمثل هاد الدومين فاش خدامين ديال ام ديال عطانا واحد صافي شحال عندو من اوربيتال عندو ثلاثة عندي عندو ثلاثة دلي كاز ها لاكاز الأولى ها لاكاز الزوج سي تخي بيان دونك هادي هادي شوف معايا شوف هنايا لاكاز الأولى سي تخي بيان مثلناها بلاكاز الأولى سي بيان عندنا هادي نسينا هادي بعدا هادي باش كنمثلوها بكاز وحدة ياك حيت عندنا هي وحدة مننساوهاش مننساوهاش سي تخي بيان ألوغ دابا ضبطنا المسائل ديالنا هادو هما كيتسمى لو اوربيتال سي تخي بيان هادي عندها كاز وحدة مربعة وحدة عندها جوج بها ثلاثة د ليكاز ألوغ أشنو السمية ديالهم هاد ليكاز هادو ليكاز الأولى قلنا أنو ماكسيموم كتعز جوج إلكترونات يعني ديال هادا السمية ديالها هي جوج إس أو كاري هاي جوج إس أو كاري سي تخي بيان دو إلكترون ألوغ غادي نمشيو لخرى ديال بي بقات لنا شحال جوج بي أو ستة يعني جوج بي أو ستة هاهي القيمة ديالها هنا كتعز جوج إلكترون 2 الكترون 2 الكترون ولكن ما كنمثلوهمش هكا دابا نشرحكم كيفاش كنمثلوهم دونك دابا الوغ دابا سوج استنتجنا استنتجنا حصة فايتة ان الاس كيهز جوج هاد الحصة هادا استنتجنا ان اس عبارة على اش وسطو واحد واحد لاكاز هاد لاكاز فيها جوج الكترون حصة فايتة شفنا ان بي كتهز ستة الكترونات هاد الحصة استنتجنا ان بي كتكتب على هاد الشكل هذا وسطها واحد ثلاثة ليكاز وهاد ليكاز كل ليكاز فيهم كتهز دو الكترون لو ماكسيموم صافي لو ماكسيموم كنهضرلك على لو ماكسيموم غتقدر تهز قل ولكن امبوسيبل تهز جوج تهز كثر صافي الوغ لا ميم بالنسبة ل ان ايكال 3 الوغ تبع معايا شوية نحيو هادشي باش يكفينا البلاصة وصافي باش نتوسعو على خاطر رانا نشوف واش كتصور الكاميرا سي تخي بيان كتصور الوغ شوف دابا راه فهمنا السيستيم انزل بيه شوية باش ما نطولوش ان ايكال 3 قلنا ان ايكال 3 باش كنردو لها حصة فايتة دونك ان ايكال 3 يعني كنديرو لا غولاسيون ديالنا جوج ان كذا كذا تعطينا 18 18 الكترون صافي كنحطهم هنايا ها هي ها جوج الكترون مشاو ها واحد ستة اخرى ها هي 8 ها 8 الكترونات زيد هنا عفوا هنا عندنا نيفو 3 ماشي جوج 3 وعندنا ديك شحال 10 10 دونك هنايا عندنا 18 سي تخي بيان الوغ دابا نحسبو ان إلا راه نشوفو واش عندهم من قيمة يعني شحال عندهم من قيمة ألوغ تبع معايا إلا قلنا أنهم محصور ما بين أش خاص تكون هادشي ضابطو بحال ما محصور ما بين إن ناقص واحد و صفر يعني هاد إلا هدا قالو غنعوضو إن إن بتلاتة تلاتة ناقص هي جوج صفر يعني عندو هنا يقدر يهز صفر يقدر يهز الواحد يقدر يهز جوج يعني فيها بزاف الخدمة صافي عندو تلاتة ديال العناصر دونك كل عنصر خاصنا نشوفو شحال عندو صافي يعني ام صفر شحال كي كيهز ام صفر الى عوضنا ان الغولاسيون ديال ام عاوتاني بوحدها هي ام كيكون هنا موان ال بلس ال هنا موان ال هو ال سي تخي بيان الوغ غنعوضو دابا ال اللي كانت صفر دابا نبداو بصفر ال اللي كانت صفر يعني غادي يكون هنا صفر صفر هنا ام ام سي تخي بيان يعني غادي يكون ام كيساوي صفر ها اللول سالينا معاه صافي غادي نمشيو ام ايكال واحد ايكال واحد يعني غادي يكون محصور خلي هادا دي غولاسيون نخليوها يعني ام ايكال واحد يعني غادي يكون محصور ما بين اش يكون ما بين محصور ما بين ال دابا نمشيو لواحد ال كيساوي واحد يعني واحد وناقص واحد يعني هذا كيهز شحال ام واحد شحال كيهز كيهز ناقص واحد وواحد ناقص واحد وصفر وواحد نمشيو بالترتيب سي تخي بيان ناقص واحد وصفر وواحد سي تخي بيان الوغ نمشيو دابا ال ال ايكال جوج ال ايكال جوج يعني هنايا جوج ال ايكال جوج يعني جوج هنايا وهنا ناقص جوج دونك هنايا شحال عندنا
ام ايغال جوج، ام ايغال جوج شحال غتهز؟ غتهز من ناقص جوج، ناقص واحد، صفر، واحد، جوج. سي تخي بيان. الوغ انا نمثلوهم بلي زوربيتال هنايا ونشوفو شحال عندنا. هاد لوربيتال الاول شنو عندنا؟ غادي نمثلوه بواحد لوربيتال الاول. شوف عندنا ثلاثة، ثلاثة عندنا شحال؟ بدينا بالصفر، صفر، 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 ها ثلاثة. صافي هذا هو اوربيتال الاول باش كنمثلوه بواحد لاكاز. صافي غادي نمشيو لوربيتال الثاني، الثاني غنشوفو شحال فيه. ها هو ديال واحد، غادي يكونوا ثلاثة ديال لي زوربيتال، واحد جوج ثلاثة، هنا عندنا ثلاثة. صافي غادي يكونوا ثلاثة، راه باين عندنا ان ثلاثة وهنا واحد، ثلاثة واحد، يعني ثلاثة واحد، ثلاثة واحد، ثلاثة واحد. سي تخي بيان. هنا غادي تغيرو، هنا عندنا ناقص واحد، عندنا هنا صفر، وهنا عندنا واحد. دونك باش كنمثلوهم، كنمثلوهم بواحد لي كاز هنا. هاكا نصغرو شوية باش سي تخي بيان. كل كاس كتهز دو إلكترون. سي تخي بيان. ألوغ هادو كاينين السميات ديالهم، كل كاس كاين السمية ديالو. هذا كيتسمى بي إكس ياك، وهذا بي إيكغيك، وهذا بي زد. المهم كاين لي بروب لي كيتسميوهم إكسيتيرا، حنا نسميوهم. صافي هذا بي إكس الأول، وهذا بي إيكغيك، وهذا بي زد. بي إكس هو اللي كيكون فيه هاد الأرقام، بي إكسيتيرا. صافي هاد شرحناهاش. ألوغ نحيو هادشي دابا، كملو. مازال هذا، هذا حتى هو شحال عندهم من أوربيتال؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. يعني هنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. سي تخي بيان. أشنو عندنا هنايا؟ إن كيبقى ثلاثة، ثلاثة جوج، يعني ثلاثة جوج، ثلاثة جوج، ثلاثة جوج، ثلاثة جوج، ثلاثة جوج. سي تخي بيان. ألوغ تبع معايا هنايا شنو عندنا؟ ناقص جوج، ناقص جوج، عندنا هنا ناقص واحد، هنايا صفر، هنايا واحد، هنايا جوج. سي تخي بيان. يعني شحال من اوربيتال عطانا؟ عطانا خمسة. دونك هنا كتشو يعني انه خمسة، يعني ان هذا عبارة على حطو من واحد المجال دير هكا، دونك مقسوم على خمسة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. سي تخي بيان. ألوغ أشنو كنسجلو؟ كنسجلو أن لاكاز الأولى أشنو سميتها؟ سميتها ثلاثة إس أو كاري. لاكاز الزوجة شحال سميتها؟ ثلاثة بي أو ستة. ألوغ لاكاز الأخرى شنو لقاو فيها؟ دونك نحطوها هنايا. لاكاز الأخرى شحال لقاو فيها؟ ثلاثة دي أو ستة عشرة. دونك حيت شوف دي أو ستة عشرة يعني كتهز شحال؟ خمسة. هاي هو التمثيل ديال دي أو ستة عشرة. سابيا ألوغ نتمنى أنكم فهمتوا. دابا دي أو ستة عشرة هاي فاش كنمثلوها؟ كنمثلوها بخمسة د لي كاز. بي أو ستة كنمثلوها بثلاثة د لي كاز. إس كنمثلوها بكاز وحدة. ألوغ باش نعرفو حنايا شحال لي كاز، سي سامبلومون ساهلة. تشد هاد لو ماكسيموم ديال بحال إس. إس شحال هو الماكسيموم ديال الإلكترونات كيهز؟ كاين جوج، كتقسمو على جوج، جوج مقسوم على جوج واحد، يعني كيهزنا مربع واحد. صافي غتمشي لبي، بي لو ماكسيموم ديال الالكترونات كاين ستة، قسموهم على جوج عطيونا ثلاثة، يعني كيهز ثلاثة. صافي اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي بحال دابا إلا جينا هنايا وجينا باش نختصرو الوقت، جينا حسبنا بالنسبة للنيفو أربعة، نيفو أربعة نخليه لكم نتوما خدمو بوحدكم، أنا نيفو أربعة. دونك غنبقى تخدم تخدم، حنا نشوفو هاد هاد إف. راه كاينه اف، كاينه اس و بي و دي و اف. اف هذا لقاو 4 اف، 4 اف سي بيان. هاد 4 اف هادي، 4 اف شحال كتهز؟ اف 14. فاش غنمثلوها دونك 14 غنقسموها على شحال؟ على جوج، غتعطينا شحال؟ 7. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة. دونك لي كاز ديالهم هما 7. سي تخي بيان. علاش؟ لأن كل كاز لو ماكسيموم ديال لي زيكترونات لي كيتهز هو جوج. هنا جوج، هنا جوج، هنا جوج، هنا جوج، هنا جوج، هنا صافي. يعني خاصك تضرب هادشي، هاد لي كاز لقيتي تضربهم في جوج يعطيوك الكترونات لو ماكسيموم كيس. دونك اف باش كنمثلو سبعة هاد لي الكترون، سبعة ديال لي كاز عفوا. سي تخي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتو هادي مزيان. دونك هادشي اللي كاين في هاد الحصة خاصكم انكم ضابطينهم لو اوربيتال. الوغ هادو كاينين السميات ديالهم. دونك واش كتصور الكاميرا كتصور؟ سي تخي بيان. الوغ هادو السميات ديالهم حتى هما كاينين. دونك هنايا عندنا عندنا دي اكس، دي ايكغيك، دي زد. يعني هاد اكس هادي كنحطو حداها ايكغيك زد اكس، ايكغيك زد اكس. صافي هادو هما السميات هاد لي كاز. هادو لاكاز الاخرى سميتها دي اكس
او كاري ناقص y او كاري صافي دي اكس او كاري ناقص y او كاري دونك هنايا انت هادو ما عرفتش مهمين ولا لا على حسب لي بروف دي زد او كاري هذيك كتسمى دي زد او كاري هادو باش كتلاحظ في داك الرسم ديالهم باش انك ترسمهم صافي بحال هذا هادو نقدروا نرسمهم ولكن هادو كيكونوا 3 دي صعيب انك ترسمهم كيكونوا 3 دي اما هادو تقدر ترسمهم بي اكس بي واي بي زد صافي ارسمهم هنايا تبدا معايا مزيان حنايا حنايا نرسمو دابا بي اكس صافي الوغ هذا سميو ايكغيك وهذا سميو شحال زد سي تري بيان هذا اللي ماشي هكا هو اللي اكس هذا سميتو اكس صافي الوغ حنا بغينا نمثلو بي اكس بي باش كنمثلو له بهذا التمثيل هذا دونك غادي يكون بحال هكا الرسم ديالي ها هو بي اكس لا ميم بي ايكغيك هنايا بي ايكغيك بحال هكا هاهي بي ايكغيك عندنا هادي هي ايكغيك هادي كون الرسم ديالو شنو هاك صافي غادي نشوفو اخر حاجه هو بي زي هذا قلنا بي ايكغيك نشوفو بي زي بي زي الرسم ديالو كيعدي يكون ها هي زي غادي يكون بحال هكا هكا هي الحركه ديال لي زيكترون صافي اللي كاينين في بي زي كدير هاد الحركه صافي دونك الى بغيتي نشوف الحركه في هاد البي هادي دونك الحركه كديرها كامله غادي نجمعهم نجمعهم في رسم واحد ها اكس ها الحركه ديال دو اكترون اخرين وها الحركه ديال واحد جوج الكترونات اخرين كيكونوا بحال يعني الحركة ديالك كتكون بحال هكا إلا جمعناهم في هاد في هاد في هاد بي هاد الوسط نتمنى لكم فهمتو ولكن غنخليكم دابا شوية تشوفوا واحد الرسومات ديال هادو ديال هاد التمثيلات اكسيتيرا 3 دي اكسيتيرا نحطو لكم دابا الوغ نحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا دابا غنفهمو دابا غاتجي نتايا السؤال ديالك كيفاش جوج الكترونات الشحنة ديالهم سالبة جالسين في لا ميم بيت امبوسيبل الشحنة ديالهم سالبة بجوج تنافر هذا خاصو يكون تنافر ماشي انهم يكونوا في بيت واحد دونك هنا جات ما يسمى لو نومبا كوانتيك دو سبين الوغ غنحطهم هنايا سميتها نومبا كوانتيك ما جاتكمش هاد الفكرة هادي كيفاش ان الالكترونات الشحنة ديالهم سالبة انهم يجلسوا في لا ميم غرفة لأنهم راه عندهم واحد الخصائص ديال الشحن الموجب عندهم بعض الخصائص ديال الشحن الموجب دو لو او شنو قلنا دو سبين دو سبين شنو كتقول لنا هذا النومبا كوانتيك دو سبين كتقول ان دوك دو جوج الكترونات اللي عندهم شحنة سالبة في كاز وحدة هادو اللي عندهم في كاز وحدة كي كيكونوا الالكترون الاول الى مثلنا هذا الدوران ديالو كيكون بحال هكا الحركه ديالو من هادشي الالكترون الجوج ما كيكونش في لا ميم سونس يعني كيكون في انفيرس العكس ديالو صافي هذا باش كنمثلو بلوس واحد على جوج وهذا كنمثلو موان واحد على جوج باش كنمثلو هذا بلوس واحد على جوج كنمثلو بواحد السهم الفوق طالع بحال هكا وهذا كنمثلو بواحد السهم نازل بحال هكا يعني الحركة ديالهم مختلفة داكشي علاش يقدروا يجلسوا في بيت وحدة دونك الحركة ديالك كتكون بحال هكا والحركة ديالهم بحال هكا دونك حنايا كنحيدو هادشي دونك هذا ماشي التمثيل ها هو التمثيل ديال الالكترونات دو الكترون في اي حيت قلت لكم هذا راه غير باش نشرحو اما التمثيل خليه حتى نوصلو دونك هذا هو التمثيل ديال لي الكترون لي سي تري بيان دونك لا ميم هنا تعمروها شي سامبل سي تري بيان الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادو دونك هادو هما لو زو لو اوربيتال اللي عندنا هادو هما كيتسموا لو اوربيتال هاد المربعات هما كيتسموا لو اوربيتال سي تري بيان الوغ نتمنى حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو في كور جديد ان شاء الله بالنسبه للناس اللي مشاركين معنا في العرض دونك راه كاين تكمله ديال الكور الناس الكراتويت دونك هذا هو اخر فيديو عندنا في لاتوميستيك نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد بالنسبه لاتوميستيك